اهلا بكم حلقة جديدة من ركن التعليمات. انا عمر تنيرة واليوم نشرح لكم لعبة بونك. بونك صممها ديف هارفي، نشرتها شركة بونك، عربتها بورد جيم سبيس. تلعب بلاعبين او اربع لاعبين، تستغرق ما يقارب 10 دقائق. هدفك في بونك انك تضرب الكرة الخشبية بالكرات المعدنية، ولازم يكون عندك النظرة الثاقبة وتختار الوقت المثالي، لانه بدون هذول الاثنين ما هتقدر تفوز. اللعبة يكون فيها 4 منصات اطلاق، بنحط المنصة في كل زاوية من زوايا اللوح، و12 كرة معدنية بنحط كل 3 في زاوية من الزوايا، وقطعتين تسجيل بنحطهم على اقصى اليسار عند كل لاعب، والكرة الخشبية بنحطها في منتصف اللوح. لو هتلاحظوا في مكان مخصص إلها في منتصف اللوح، وهي تعتبر نقطة البداية. قبل ما تبدأ اللعب دائما اللاعب بحيي اللاعب اليسار واللاعب اليمين وبيعطي كل واحد كفك. بيبدأ كل اللاعبين مع بعض، كل لاعب من الزاوية الخاصة فيه بياخذ الكرات المعدنية، بيوجهوا عن طريق منصات الاطلاق وبيخبطوا الكرة الخشبية لتسجيل الهدف. علشان ينحسب لهم هدف لازم الكرة الخشبية تخبط الرأس المدبب الخشبي في مرمى الخصم. اول ما تخبطه بيحركوا مؤشر النقاط نقطة الى اليمين. بعد تسجيل اي هدف وتحريك المؤشر نقطة لليمين بنرجع الكرة الخشبية لنقطة البداية. اعضاء الفريق الواحد في هاي الحالة بيقدروا يوزعوا الكرات المعدنية فيما بينهم، ولكن ممنوع يعطوها للفريق الخصم الا في حالة واحدة، هو انه الفريق الخصم ما عنده اي كرة معدنية. في هاي الحالة بنعطيهم كرة واحدة فقط وبنسميها رصاصة الرحمة. وبيبدأ الدور الثاني بتحية كفك كالعادة، واثناء تحية كفك ممنوع يكون في ايدك اي كرة من الكرات المعدنية، وممنوع تخبيهم بايدك باي طريقة من الطرق. وفي نقطة ثانية مهم انه نعرفها، وهي الكرات المعدنية ممنوع امسكها قبل ما تدخل المرمى الخاص فيه، ولكن اذا دخلت المرمى الخاص فيه فانا حر اني استخدمها في منصات الاطلاق او اعطيها لزميني بالفريق. واذا اللعبة كانوا بيلعبوها لاعبين فقط بتبعوا نفس القوانين، في استثناء وحيد انه كل لاعب بيسيطر على منصتي اطلاق من كل جانب، ولكن ننصح انه اللاعب يركز على منصة واحدة فقط في كل دور. وفي طريقة حلوة واضافية لتسجيل النقاط، وهي انه اللاعبين بياخذوا كل الكرات اللي عندهم بيرموها على ملعب الخصم بيقولوا هجوم. وفي الحالة هاي لو كل الكرات المعدنية كانت في ملعب الخصم وملعب الفريق ما في اي كرة من الكرات المعدنية، ينحسب لهم نقطة تسمى نقطة الهجوم الكاسح. وبعديها بنوزع الكرات المعدنية بواقع 3 كرات لكل زاوية من زوايا اللعب. تنتهي اللعبة لما اول فريق يسجل 5 اهداف ويعتبر هو الفريق الفائز. وبهيك بنكون خلصنا شرح لعبة بونك. ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات عشان تشوفوا الحلقة الجديدة اول ما تنزل من ركن التعليمات.